طيب مش هنعمل. بما انك جبت سيره حسام غالي، ليه حسام غالي وانا وانت انت اكيد هتبقى يعني انت بالنسبه لك حسام غالي اكبر بكتير. انا حسام غالي النجم الكبير بالنسبه لي، انا عارف انت المستوى الشخصي العلاقه كبير. حسام غالي نجم كبير مع النادي الاهلي، ادى للنادي الاهلي كتير لاخر لحظه. انا فاكر المشهد عمري ما انساه اللي هو بيسحب، عشان هيجي في يوم من الايام برئيس النادي. بس اللي انت عاوز تقوله انا بجيب لك الاخر. لا ان شاء الله يعني. طب اقول سؤال عشان الناس تفهمني وتفهمك. انا كنت اقصد ليه دايما حسام غالي مع الاخفاقات او مع التعثرات يتحاول تترمي عليه كل حاجه؟ طيب انا اجابتي كانت ايه؟ عشان هو عايز يبقى، عشان هو هيبقى الرئيس، عشان ان شاء الله يبقى في يوم من الايام رئيس النادي. فدايما اي حد انت بتشوفه هينور في حته معينه بيبقى في، احنا بنحارب. ولو انت بصيت كده يا كريم هتلاقي ان دايما الكويس او الشاطر بيتحارب. ما هو لو مش شاطر مش هتحارب. هي دي سنه الحياه. وبعدين دي مش حاجه يعني مش حاجه وحشه فينا كمجتمع، لا خالص. هو انت لازم اما بتبقى ناجح، ما هو في ده في تمن للنجاح، بتتعب وبتفضل ما تقاس وعندك طموح وتقع وتقوم. هو ربنا مديله قبول عند الناس زي كابتن خطيب، ما هو عنده قبول عند الناس غير طبيعي. خطيب نجم كبير جدا زي كابتن صالح الله يرحمه، فهو عنده كاريزما. حسام بتلاقي عنده حواليه كده هاله، في كاريزما. كاريزما دي هي دي هي النادي الاهلي، دي من عند ربنا مش من عندنا احنا يعني. هو فلو سالت اي حد، حتى اي حد من الناس اللي ورا الكاميرا، هتقول له يا عم مين في يوم من الايام هيبقى رئيس النادي الاهلي؟ هيقول لك كابتن حسام غالي. هتقول له في يوم من الايام مين هيبقى رئيس النادي الزمالك؟ هيقول لك كابتن حازم امام. هي من عند ربنا. ماشي، بس ده وجهه نظري.